دفاع حرية الإرادة لبلانتينجا، بلانتينجا's free will defense. الفيلسوف الأمريكي ألفين بلانتينجا طرح الرد المعاصر الأكثر شيوعاً على سؤال ما هو السبب الكافي أخلاقياً عند الله للسماح بحدوث الشر. بلانتينجا جادل إن عند الله خلق أفراد ليهم حرية إرادة أخلاقية أمر ذو أهمية كبيرة جداً. الله غير قادر على خلق عالم خالي من الشر والمعاناة بدون منع الخير الأعظم، وهو إن الأفراد يكون عندهم حرية إرادة. بصورة تانية، الله سمح بوجود بعض الشر في العالم لأن قيمة الشر ده أصغر من الخير الأعظم، وهو حصولنا كبشر على حرية إرادة. لو منع الله الشر لاضطر لمنع خير أكبر، وهو حرية الإرادة. علشان نفهم جدلية بلانتينجا بشكل أوضح، لابد أننا نفهم مقصده من مصطلح حرية الإرادة. بلانتينجا افترض أن حرية الإرادة المعبر عنها في الجدلية هي الصورة الليبرتارية، ليبرتاريانيزم، النظرية اللي بتجادل أن الفرد حر بالنسبة للأفعال اللي بيقوم بيها، فقط لو كان الفرد حر في القيام بالفعل أو عدم القيام به. بصورة أخرى، أن قرار الفرد غير حتمي، determined، مسبقا نتيجة قوة سببية سابقة. ارجع لحلقة إشكالية حرية الإرادة لو عاوز تعرف أكتر عن فكرة الحتمية. الرؤية الليبرتارية أو الغير حتمية هي الفكرة اللي بيتبناها كتير من الناس، اللي بيشوفوا إننا مخيرين في صناعة القرارات، على العكس من الآلات مثلا اللي كل قراراتها محددة وحتمية. طبقا لبلانتينجا، حرية الإرادة على الصورة الليبرتارية عظيمة القيمة الأخلاقية، فعل ما بيكتسب عظم قيمته الأخلاقية فقط لما بيكون من الممكن تقييمه من جانب أخلاقي. أفراد ليهم حرية إرادة عظيمة القيمة بيصبحوا قادرين على القيام بأفعال لها توابع أخلاقية عظيمة الأثر. تخيل عالم ممكن فيه الله خلق كل الأفراد بحرية إرادة محدودة، مثلا الأفراد في العالم ده قادرين فقط على اختيار أفعال الخير. لو كان الفرد قدام ثلاث اختيارات، خيارين خير وخيار شر، الفرد هيكون غير قادر على اختيار الشر، أو بتعبير آخر مش حر في اختيار الشر، لكنه حر تماما في الاختيار ما بين خياري الخير. بلانتينجا بيجادل إن الفرد ده بيمتلك حرية إرادة عظيمة القيمة، لأن البشر في العالم ده دائما ما بيقوموا بأفعال خيرة، لكنهم ما يستحقوش المكافأة على خياراتهم، لأنهم غير قادرين على اختيار الشر، وبالتالي لما يقوموا بفعل الخير ما ينفعش يحمدوا على فعل الخير. تخيل مثلا انك بتشكر التلاجة بتاعتك في البيت وتقول لها جزاك الله خير على الحفاظ على الاكل علشان الاقي وجبتي اليومية. التلاجة ما عندهاش خيار الشر، مثلا التوقف عن العمل عشان تفسد الاكل بتاعك. بنفس الصورة، في العالم ده البشر غير قادرة على ارتكاب الشر، لانها مبرمجة مسبقا عشان تكون خيرة دائما، وبالتالي لا يستحق الحمد أو الشكر على أفعالهم. بلانتينجا بيضيف إن الأفراد في العالم الحقيقي أحرار بكل معنى الكلمة، عندهم القدرة على اختيار أفعالهم وقراراتهم، ومسؤولين تماما عن أفعالهم، وبالتالي لما بيقوموا بفعل خير بيشكروا ويحمدوا عليه، أو بيذموا ويحاسبوا على الأفعال الشريرة. من المهم جدا انك تلاحظ هنا ان فرضية بلانتينجا بتتعارض مع افتراض ان الله قادر على خلق عالم خالي من الشر والمعاناة لكنه مليء بافراد كاملي حرية الارادة. وبما ان الله لم يخلق هذا العالم، اذا الله ملام على اختياره عدم منع الشر والمعاناة بالرغم من انه عنده القدرة دي. لكن بلانتينجا رد على الاعتراض ده بان في عوالم الله نفسه غير قادر على خلقها، بالتحديد العوالم المستحيلة منطقية، logically impossible. لكن هو كمال قدرة الله، God's omnipotence، متوافق مع الدعاء ان الله غير قادر على القيام بالافعال المستحيلة منطقيا؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال ده هنتخيل نموذجين مختلفين لخلق الله لعالمين. الاول، الله خلق افراد كاملي حرية الارادة. الله بيؤثر سببيا على قرارات كل فرد في كل موقف في العالم ده لاختيار الخير وتجنب الشر. اذا لا يوجد شر او معاناة في العالم ده. اما نموذج العالم الاخر، الله خلق عالم به افراد كاملي حرية الارادة. الله ما بيتدخلش للتأثير على قرارات الافراد سواء باختيار الخير او الشر.
لا يوجد شر أو معاناة في العالم. هل يا ترى العالم الأول ممكن الوجود؟ بلاتينجا بيجادل إن العالم الأول غير ممكن الوجود، لأن الفرضية الأولى والتانية متناقضتين في العالم ده. في العالم الأول الأفراد ما عندهاش القدرة على صناعة قراراتها بحرية إرادة، يعني لو عاوز تكذب في العالم ده مش هيكون عندك القدرة أصلاً إنك تكذب، لأن هتكون في قوة سببية خارجة عن نطاق سيطرتك بتأثر عليك وبتخليك تختار فعل الخير دايماً. لكن الفرضية الأولى بتقر إن الله خلق الأفراد كاملي حرية الإرادة في العالم ده. بصورة تانية، الله ما يقدرش يجمع المتناقضين، خلق الكائنات حرة الإرادة لكنه في نفس الوقت بيتدخل للتأثير على قراراتهم لصنع الخير دايما بهدف خلق عالم خالي من الشر. الوسيلة الوحيدة للوصول للهدف ده هو التخلص أو الانتقاص من حرية إرادة الأفراد. استحالة العالم الأول ده منطقيا جوهرية بالنسبة لجدلية بلانتينجا، لأن زي ما شفنا طيار إشكالية الشر بيلوم الله على السماح بحدوث الشر في العالم، بافتراض طبعا أن الله قادر على التخلص من أو منع وجود الشر في العالم مع الحفاظ على حرية إرادتنا كبشر. لكن ادعاء بلانتينجا أن الخط ده في التفكير غير صحيح، لأنه بيتطلب من الله أنه يقوم بفعل مستحيل منطقيا logically impossible. دلوقتي فكر في العالم الافتراضي التاني، هل العالم ده ممكن منطقيا؟ بتستعجلش، إجابة كتير من الناس عادة بتكون إن العالم ده غير ممكن منطقي. صحيح إن مفيش شر أو معاناة في العالم ده، لكن ده مش معناه لأن الله منعها. الله إدى حرية إرادة كاملة لأفراد العالم ده وما تدخلش على الإطلاق في صناعة قراراتهم. خلو العالم ده من الشر كان نتيجة إن الأفراد باستخدام إرادتهم الحرة دايما مختاروا الخير. هل الموقف ده فعلا ممكن؟ بكل تأكيد صعب جدا يجوز، خصوصا بمعرفتنا بطبيعة البشر، لكن مفيش أي تناقض منطقي في فكرة إن الناس كلها دايما تختار الخير. لكن جون ليزلي ماكي طرح اعتراض مهم على بلانتينجا وقال لو الله قادر على خلق كائنات عندها القدرة على الاختيار ما بين الشر والخير بدون تعارض منطقي، ليه الله ما خلقش أفراد دايما ما هتختار بكامل حريتها الخير؟ طالما انه لا يوجد تعارض منطقي في اختيار الخير مرة واحدة او طوال الوقت. يبدو ان الله كان امامه اختيار من صنع افراد آلية بريئة دايما بتختار الخير، او افراد بتتصرف بحرية لكنها احيانا هتفضل الشر على الخير. يبدو ان الله فضل الاختيار التاني اللي كان نتيجته الشر والمعاناة في العالم اللي بيتعارض مع صفة كمال خيره. بلانتينجا رد ان فعلا مفيش اي تعارض منطقي في عالم الافراد دايما ما بتختار فيه الخير بدون تدخل خارجي زي ما شفنا في مثال العالم التالي من شوية، لكنه جادل ان ماكي اخطأ في تصور ان من الممكن خلق افراد كاملي حرية الارادة لكنهم دايما ما بيصنعوا الخير، لان حتى لو الله ما تدخلش في لحظة صنع القرار، القرار كان محدد مسبقا طبقا لطبيعة الافراد دي باختيارها الخير دايما. التساؤل المهم اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ليه الله قرر انه يملى العالم بكائنات حرة الارادة؟ الامر اللي قد يحتمل خطورة ان الافراد دي تدمر العالم بقراراتها الخاطئة. بلانتينجا بيجادل ان عالم مليء بافراد عندها حرية ارادة عظيمة قادرة على صنع الخير والشر اكثر قيمة من عالم افراده بلا حرية ارادة على الاطلاق. او زي ما الروائي الانجليزي C.S. Lewis قال إن السبب هو حرية الإرادة اللي فعلا من الممكن تسبب الشر، لكنها أيضا الشيء الوحيد اللي بيجعل من الممكن أي حب خير أو سعادة ذا قيمة. عالم من أفراد آلية كالآلات عالم بلا قيمة ولا يستحق الخلق. السعادة اللي صنعها الله للكائنات هي سعادة الإحساس بحرية الإرادة. إذن طبقا لبلانتينجا، الله غير قادر على منع إمكانية الشر في العالم بدون منع خير كبير عن البشرية وهو حرية الإرادة.